بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحنقص الحجري وحدد اللبات يا أدب كأه يا مدد اللغة العربية للصف الرابع ثانوي درس كان هو درس العاشر وأنا درس أقدم بقيبة أدب كأه وحكاية يا موضوع أه رد إلى دغات العالم جواب علن لو جواب علن يضطك ضغط ها ضغط وجمع الضاغية ضطك حد قد بي ظل نجا جرد هذا وذي عالم كجرى مركز شاعر كا اللي أبو القاسم الشاعر أسكله سكرت عن قصيدة وح عنوان لوجد جاي إلى ضغط العالم أما رد إلى ضغط العالم وقصيدة أولية للشاعر أبو القاسم الشابي يا ويا مك شاعر كان لي أبو القاسم الشابي أبو القاسم الشابي هو ابن محمد الشابي أي اللي هذا الذي ولد عام 1296 هجرية وهذا شيء كن الله بقول سجاشة إله وده بدأ عصر الحديث كوب كان كن سديد بقول تدبات سجال ميلادية وفي سنة 1319 سنة كم كن صدق بقول سجالية تمن هجرية وكوب كان كن سجال بقول يكو ميلادية ذهب إلى مصر. نقول يا هذا أبو القاسم الشابي تونس بكتري وحو هذا وطن كمصر وهو في الثانية والعشرين من عمره. أصدق أمرك أدادي سؤال تهي لبي الله تنصره ليتلقى العلم في الجامع الأزهر في القاهرة. سوء علم وقعته مسك ويناء الأورنج لجامع الأزهر كبعد الناس كبدر جامعة الأزهر القاهرة كوي على إنه علمه كقعته أي قصه تري وطن كيسي تونس. ومكث محمد الشابي في مصر وحكمنا قاضي نكال يا محمد الشابي مصر 7 سنوات تضوى صنو والك علمي كبرنا جي عاد بعدها إلى تونس تضوى صار مكيد لما تكبعد وحول الله بطي وطن كيسي تونس يحمل إجازة الأزهر أصغى أوسطة إجازة دي إشهادة دي أي سي سي أزهر أي سي سي النص داون لما النص وضطك كلها الله وحليها على أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة على أيها الظالم مت كان ظلم جوضو قفنا جار ومشي قبي سياشي يضطك ظلم جار دردو حل قاس مت جار وما مجعابن وحلا على أيها الظالم مت كان ظلم جوضو المستبد كليج تليها هو دكتاتر كاهو حبيب الظلام مقدجة جعله عدو الحياة نلاش عدو جداه سخرت بأنات شعب ضعيف وحد كتجس جستي تاه يا عتك أناتك وحلي هذا صوت المشتكي قفك عبانية مرت قفك عبانية دباتيسن عتك سيا وحلي هذا أنات أنات وحلي هذا صوت المشتكي صوت المشتكي قف كعبنا يا دباتيسن عتك صوب حياتها أي واحد لأنات واحد لأمريكا واحد كتشيس تشيستي شعب كتاهودي شعب كاسو ضعيف تقدر وكفك مخضوب من دماه أمريكا كتشيس تشيستي شعب كدباتيسن على عشا ذنا وحيكون إلا منته دي جودي أي كون إلا منته وصرت واحد هاتي تشويه إن أطفال حماينا يسوا سحر الوجودي أي طبيعة الحياة هو طبيعة روحه بدن هي جمال كإله ده نلاش أدونك إلهي وصدا وقومي أيات فلح ما يسي وحنا كوف فلح ما يسي بمرتكبته من مظالمه وحي أدق شيء أو ظلم يا جدرة أيات كوف فلح ما يسي طبيعة روحه بدن إلهي سمي وتبذر واحد أبو ريسا شوك الأسى قد أحد مرجد أي أبو ريسا في الرباه لكي ستاجة أو سرع يا كأبو أبو ريسا رويدك لا يخدعنك الربيع وحن كله يقول له ترتيب هذا سدجي لا يخدعنك الربيع برواقة يجوج يوسن كذكر روح رجع الربيع هدوء الحال شعب سكد جن أو كعوان كأن ودن لا سوى حد أقر صين يس كذكر وصح الفضاء فضاء يدل كبنان واسع أو صافي أيوس كذكر وضوء الصباح افتين كصبحني مدو يوسن كذكر ففي الأفق الرحب جهاد واسع وحا كسوغن هول الظلام
shidada ay leedahay mugdigu shidada uu leeyahay waa qasfi rucuudi onkodiyada dhacaya ee xoogga badan shidada ay leeyihiin waa casfu riyaaxi iyo dabaylaha iyaguna dhacaya ee xoogga badan qatay leh oo wuxuu la jeedaa dadka barwaaqada ayuu wuxuu ku shabahay guga xilliga guga deganaanta dadku ay degan yihiin laakiinse ay ka dambayso kacdoon ku hoos qarsoon oo ay gumaysaha ku baabi'in doonaan inay la mid tahay xilliga guga oo barwaaqada ah oo si guud marka loo fiisho u muuqanaysa barwaaqo laakiinse ay ku jiraan onkodyo iyo hilaacyo iyo biriq iyo dabaylo dhaca intaba ay ku hoos jiraan xadaari fataxta ramaada lahiiba wuxuu leeyahay digtoonow waxaad furtay dambas ololaya waman yubdir shawka yajni ljaraaxa qofkii qodax abuurta waxa uu gurtaa waa dhaawac waa inay qodaxdaas dhaawacdo ayuu hadhowdi goosanaya تأمل هنالك أنا حسدت بل كفي رسالك أنا حسدت سأقوصتي أو أقرتي رؤوس الورى خلق يا مدحيوذي ضدك يا مدحيوذك القويسي وزهور الأمل يأبحيدي الرجادة يا مستقبلك أياد قوصتي مدحيوذي الله يسي ورويت بالدم قلب الترابي وحكاها الراد بيلسي ديك قلبك عيد قلبك يدي يقوده يدي ayaa dhiig ka raad beelisay wa ashrabta damca ilina waa cabsiisay xataa thamil ilaa aad sarqaantay oo aad noqotay sida dhiigga dadka u cabaysay qof sarqaansan oo kale aad noqotay sayajrifuka saylo sayla dimaay waxaa ku qaadi doona daadka sayla dimaay daadkaas oo ah daadkii dhiigga oo aad daadisay ayaa ku qaadi doona wayaakuluka waxaana ku cuni doona alcaasifu midka sida dabaysha u dhacaya almushti kaasoo galay alladii dakhala fi zaman ash-shitaa kaasoo galay waqtigii diraacda annadka waa soo sheegnay waxa weeye sawtul mushtaki waaya asbaxta ka sakraan thamil buu la jeedaa thamil wuxuu noqotay qof sakraan oo kala noqotay waaya amma an al-fikra al-mihwariya lin-nass ila dughat al-alam naskan ayaa duqaatul caalam ka hadlaya fikradda mixwariga uu ku wareegaya waxa weeye sida soo socota kow faqad sakhida shaaciru shaacirku wuxuu ku jeesjeesay calal mustacmiri gumaystihii markaa joogay wa taakiidihi wuxuuna xoojinayaa calaa anna shacba sayantasiru shacabku inuu ka guulaysan doono cala daalimi midka gardarada wada oo gumaystaha almustabidu ee keligii taliyaha waqad cabara shaaciru عن هذه الفكرة شاعر هو كم موجي فكرة داس من خلال الأفكار الجزئية أصغر أصغر مرية أفكار تقيب قيبها التالية أصغر صعوتة ألف ملامح المستعمر على مدها اللقوق قرط قميستها وحو يكو الظالم وظلم بدنيا المستبد ودكتاتر وحكمك ولك لنقضاء إنو إلا وذاق موقلا ولم يخصص shaacirku ma gaar yeelin daaliman bicayni daalim gaara ma sheegin oo gumaysi hebel ma dhihin wa min hunaa jaa'at at-tasmiya halkaas bayna magacaabidu ka timid loo bixiyo qasiidada ilaa duqaat al-caalam halkaas ay ka timid maadaama uu gumaysi ama daalim gaara uu sheegin malaamixii waxa kamida gumaystaha yushiicul mauta geerida ayuu badiyaa min hawli hareerihiisa fayasfaxu wuxuu daadiyaa dama shacbi dhiigga shacabku daadiya wayastahzi'u wuxuu ku jeesjeesaa bi'aniinihi taahiisa iyo cabashadiisa ayuu dhiiggooda markuu daadiyo ku jeesjeesaa wayushawihu wuxuu fool xumeeyaa baraa'ata alxayaat nolosha adduunka ee beri ah oo xumaanta beri ka ah iyo waduhriha daahir ahaansheeda wa jamaaliha quruxdeeda wuu fool xumeeyaa bimaa yartakibu min madaalima waxa uu gelayo oo madaalim iyo gardaro ah ayuu ku fool xumeeyaa ba التهديد والوعيد وهنجبات يا جودي انه يستشف الثورة الكامنة وحا سو موقن دونتا كعدونكا قرصون او ددكو اي ليهين و صبحي دونا كما تكمن الرعود سي اونكوديادو اوغو قرصون يهين والبروق يهي لاعيدو والعواصف يا دبايلو في فصل الربيع حلقا جوجا فلا ينبغي للمستبد كليجي تليها وما هبونا ان يغتر inuu ku kadsoomo bimaa yancamu bihi min rabiicin waxa uu ku nicmaysanayo oo barwaaqo ah wa bimaa yaraahu iyo waxa uu arkayo oo min huduu'in daahirin deganaan muuqata ah yuuse ku kadsoomayo falmustacmiru gumaystihii alladii zaraca shawka al-asa kaasoo abuuray
qodaxdi murugada sayajnil jiraaha wuxuu goran doonaa dhaawac buu goran doonaa ma jim ma aalu dhulmi dhulmiga meesha uu ku dambeynayo wa caaqibatu istibdaad wa caaqibatu istibdaad iyo dictatornimada cirib dambeedkooda oo ah inay halaagsamaan halaag ah wa shaaciru shaahidun cala dhulmi shaacirkuna markhaati buu ka ahaa oo goobjoog buu ahaa dhulmigaas wa innahu waxaana weeye dhulmigaasi yaraa wuxuu arki doonaa shaacirku zawaala dhulmi dhulmigu inuu zuulu doono min khilaaliha majiyatii hamajiyada iyo qaabka foolxumada oo dadka ula dhaqmaya daraaddeed waqtiyaalihi lilbashar dadka uu leynayo wa dabiicati dabiicadda uu baabi'inayo liannahu sayaqriqu wuxuu ku hafan doonaa binafsi dimaai latii aqaalaha isla dhiiggii uu daadiyey ayuu ku hafan doonaa waidaa kaana tamata cibratu hadday jirto wax uun halkaa haddii laga heli karo lagu waara qaato yumkinuna ay noo suurtagal tahay an nastafiida minha fi hada nas inaan ka faa'idaysano naskan waxa weeye fahiya ana shucaraa mahuudiyiina shucarada horukaca gabaya ee casriga cusub kaanuu qad ajmacuu waxay ahaayeen inay isku raaceen dhammaantood calaa ana shucuuba qaadiratun bulshooyinku inay awoodi karaan calaa taxqiiqi nasri guul inay xaqiijiyaan mahmaa kaanat ilmataacib waalaalaa si kasta oo xanuuno iyo daal iyo dhibaato u timaado inay bulshada awoodo gumays heeriyada gumaysiga inay iska qaadaan inay awoodaan ayay isku raaceen wadaalika maltamasnaahu oo waxaan ka dareenno ka taabanay min thiqati shaacir bishacb kalsoonida uu shaacir ku qabo shacabka wa yaqiinihi lmutlaq iyo yaqiintiisa mutlaq ah oo meelna ka soo laabanaya biintisaarihi inuu guulaysanayo shacabka wa yakfiinaa fi hadi lcujaala waxaana nagu filan hadalka ayagaba degdegsiyaha an natadakara inaan xusuusano bibeytayhi lmashhuurayni inaan xusuusano labadiisa beyd ee gabayga ama tuduc ee caanka uu leeyahay ida shacbu yowman araada alxayaata falaa budda an yastajiiba alqadar waa beydkaas kadalika qaalat lilkaa'inaatu waxadathatnii ruuxa almustatiru wuxuu leeyahy ida shacbu yowman haddii shacabku maalin uun araada alxayaata nolol uu doono falaa budda an yastajiiba alqadar waxaa laga maarmaana qadarka inuu ajiibo kadalika sidaas baa qaalat lilkaa'inaatu kaa'inaadku ay igu yidhaahdeen waxadathatnii ay ii sheegtay ruuxa almustatiru ruuxdeeda qarsoona saasay ii sheegtay intaas waxaan ugu dambeysa marka qaybtii su-aalaha aan u nimaadno qaybta koowaad ama ajib can asilati alaatiya su-aalaha soo socda ka jawaabalay su-aashakooda waxay leedahay kam sanatan makatha shaabiyu fii misra intee sano ayuu ku nagaaday shaacirka layaa shaabi waddanka masar ta labaad waxay leedahay hali shucuubu qaadiratun bulshooyinku ma awoodaan calaa raddi dhulmi can nafsiha dhulmiga inay naftooda ka difaacaan saddex maa hiya caaqibatu dhulmi waalistibdaad dhulmiga iyo keligitalinimadu meeshay ku dambaynaysaa maxay tahay afar limaada jaa'at tasmiyatu alqasiidati ilaa duqaati alcaalam maxaa loogu magacaabay qasiidadan duqaatu alcaalam waaya nambarka shanaad udkur cibratan sheeg wax lagu waana qaadan karo yumkinuna ay suurtagal tahay an nastafiida min hada nas inaan ka faa'idaysano naskan su-aasha lixaad mataa wulida shaabi shaabi goormee dhashay wa mataa tuufiya goormeese la oofsaday toddobo fii ayi casrin min cusuuri aladabi alcarabi casrigee oo cusuurta adabka carbeed ka mid ah anshaa shaabiyu fii hadi alqasiida casriguu tiriyey ayaa sheegaysa su-aasha sideedaad maa huwa mawduucu alqasiida qasiidada aan soo qaadanay oo abulqaasim ashaabi uu leeyahay mawduuca ay ka hadlaysaa waa maxay haada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu